كويس حلو كل من الكتاب ورجع حاجه من بره ايه الصوت ده كده الصوت ده بتاعت كده ولا كده حلوه ها انا قال لي خلاص يلا نزود قوي حاجة بزعلكم يلا بالتوفيق إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين السلام عليكم صباح الخير بتمتحني أحسن ازيكم يا بنات إيه أخبار الامتحان أيوة جماعة جايب لكم حاجة صعبة ولا سهلة أستاذ أحمد طبعا أكيد الوضع الامتحان بتاع الأصحاب مصطفى